أخي المواطن، أختي المواطنة، بمناسبة حلول عيد الفطر وتوديع شهر رمضان أبرك، فإن السلطات المحلية توجه لكم تحية، وكل عام وأنتم بألف خير. المطلوب منكم أخي المواطن، أختي المواطنة، خلال يوم العيد الله يدخلوا عليكم بالصحة والعافية، تلتزموا البيوت ديالكم وما تخرجوش، ونتفاداو التصافح والعناء، ونحترموا مسافة الأمان والوقاية والنظافة، ونصليو بيوتنا ما نخرجوش، ونصليو بيوتنا. اللي كيبغي بلادو يبقى في دارو. كنشكروا سعادة القائد بأن راه كيقول لنا بأن نلتزموا الديور ديالنا، ما نخرجوا من والو، وجاو حتى عندنا حتى لهنا حتى للدار بأن نهار العيد حتى واحد ما يخرج، نبقاو في ديورنا فهمتيني، حنا والعائلة ديالنا، وبالنسبة للسكان كاملين حتى واحد ما يخرج من والو. كنتمنى لهم التوفيق وبنات شي كامل اللي دايرين في رمضان، هادشي كامل شد الحجر الصحي. وبالنسبة للتعليمات اللي كيعطيونا حنايا بأن ما نخرجوش، نبقاو في ديورنا، كنشكروا هذا المنبر هذا. تنشكروا هاد الناس، تنشكروهم هادشي اللي نقولوا. تكرفصوا معانا خدامين، الله يسهل عليهم، الله يعاونهم، والله إلا تمحنوا بزاف، لا سلطات محلية، لا قياد، لا بوليس، لا مقدمية، أعوان السلطة كلهم تكرفصوا، نقسم لك بالله، تتمحنوا، والله يعاونهم، والله يسهل عليهم، خدامين السلمية، الله يسهل عليهم في المصعب. السلمية الرجولة. شكرا على التزامكم وانضباطكم، شكرا على روح المواطنة اللي تعاملتوا بها الظروف القاسية لمواجهة خطر فيروس كورونا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.